قبل الدراسة لو في معطيات جديدة. هي دي النقطة. يعني احنا عشان كده بنقول احنا بنراقب الموقف، وفي النهاية القرار النهائي الحقيقة ما هوش قراري أنا، هو قرار الحزب. الحزب لأنه حزب، لأنه ما هوش حزب شخص، مؤسسة. ما هوش حزب فرد، هو مؤسسة. بس أنا أقصد يا فندم، ما فهم أن الدكتورة هالة شكرا لو حزب الدستور لن يدعم المشير عبد الفتاح السيسي، وإنما ربما يكون حمدين صباحي هو الأقرب كخيار لكم. فهم ده من تصريحات لحضرتك، من تصريحات لقيادات في الحزب؟ فهم ده؟ لا، يعني زي ما قلت لحضرتك، فهم ده لأنه التصريح بيعبر عن مخاوف معينة. بيقول من يأتي من هذه المؤسسات احنا عندنا مخاوف تجاهه، وبالتالي الأقرب هو حد يبقى مرشح من المعسكر الديمقراطي. ده طبيعي. معسكر ديمقراطي بمعنى ايه؟ حد ليه تاريخ نضالي، كافح من أجل حقوق الناس ووضع هذه القضايا يعني كجزء من طب ما هو لا هيتقال لحضرتك لما قائد عسكري يقضي حياته كلها في المؤسسة العسكرية ويكافح ويناضل من أجل أمن هذا الوطن وسلامة حدوده وأراضيه، هذا النظام الوطني أعظم حاجة ممكن يتم تقديرها. كل حد بدوره، كل حد بدوره، مش كده؟ لما ينحاز هذا الرجل للوطن في توقيت صعب زي 30 يونيو ويضحي بصراحة شديدة براحته بتهديدات تشمله وتشمل أسرته وتشمل تهديدات خارجية أيضا ليست داخلية فقط. يعني ده ما يبقاش ده لازم نكرمه كقائد عسكري للجيش. يعني ترجعيني تاني، انا حيرانه. ما هو انت بتلفي معايا. لا بالظبط، انا بنلف. انت عماله تلفي معايا. يعني قصدي، يعني يا جماعه احنا ليه، لماذا لما بنلاقي شخص محترم في مجاله نعتبر انه امسك الشخص ده وحطه كرئيس الجمهورية؟ يعني كل شخص وانا اعتقد انه عشان كده هو متردد جدا في انه يأخذ هذا المنصب. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا فندم، هو متردد، وخلينا نتكلم بصراحة، هي ليست مشكلة المشير عبد الفتاح السيسي.